إذا سألتم الله قدموا بين يدي سؤالكم الثناء على الله بأسمائه الحسنى. تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن أن ترحمني وتعطيني وتقدم، ادعوه بها، قدم بين يدي دعائك الثناء على الله بأسمائه الحسنى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بدأت يا حي يا قيوم دعوته باسمين حسنين من أسمائه سبحانه وتعالى، وهكذا. فقدم الدعاء بالأسماء الحسنى قبل أن تذكر مرادك أو طلبك من الله تبارك وتعالى. وأيضا نبه أهل العلم إلى قضية، وهي أنه ينتقي الاسم المناسب للدعاء. يعني ما يصير تقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت القوي العزيز، ما هي مناسبة. تقول: اللهم خذ لي بحقي إنك أنت الرحمن الرحيم، ما هي مناسبة. وإنما تناسب الدعاء مع الاسم: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق، اللهم الطف بي إنك أنت اللطيف، اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، وهكذا. أن تأتي بالاسم المناسب للدعاء الذي تطلبه. يعني أذكر أنا مرة صليت خلف أحدهم فكان يدعو في قنوته يقول: اللهم أهلك أعداء الإسلام، اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رحمن يا رحيم. ما تصير، ما تصير يا رحمن يا رحيم. قل: يا قوي يا عزيز يا جبار يا كبير يا عظيم. يعني ائت بالاسم المناسب لهذا الدعاء الذي تريد أن تدعو به، وهذا يدفع الإنسان إلى أن يتعلم أسماء الله، يحفظ أسماء الله حتى يضعها في مكانها المناسب عند دعائه الله تبارك وتعالى.